مجموعة من الأخبار الثقافية والفنية رح نبديها مع محبي الأغاني الشرقية. أنتوا على موعد مع الفنانة دالين جبور بأمسية شرقية بتتضمن أغاني طربية قديمة بالإضافة للموشحات، والموسيقى رح تقتصر فقط على آلة العود. الموعد الجمعة 27/2 الساعة 9 المساء بالباك دور بمار مخايل. مع اقتراب عيد الاستقلال نحن على موعد مع عدة أمسيات تابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي. الموعد الأول ب 18/2 بمدرسة رهبات قلبين الأقدسين بعين قبل. ب 19/2 رح بيكونوا بزحلة برهبات العائلة المقدسة. أما ب 21/2 رح بيكون في حفل ضخم ببلدية الدكوانة، وبذكر الأداء المنفرد لكارول عون، ماريا عزار وشادي عيدموني. منتابع مع اخبارنا ولمحبي الموسيقى الكلاسيكيه امسيه مع الفلوت مع نبيل مروه، والبيانو مع سيفاك ديرغوغاسيون، مع مقطوعات لباخ، جودار وغيرهم. الموعد الثلاثاء بكره 24/2 الساعه 5 بعد الظهر بقاعه بيير ابو خاطر بجامعه اليو اس جي. نتابع هالمرة مع أعمال المسرحية. من الآخر عمل مسرحي جديد إخراج وتأليف عايدة صبرة، هو عمل كوميدي ساخر من تمثيل عايدة صبرة، إيلين جيم وسيرينا الشامي. العروض رح بتبلش بستة الشهر من نهار الخميس لنهار الأحد الساعة 7 المساء على خشبة مسرح مونو. بيستضيف مترو المدينة سهرة مع مختارات من ريبرتوار شيخ إمام، مع ربيع الزهر غناء وعلى العود، أحمد الخطيب على الإيقاع، عماد حشيشو على العود، وإبراهيم عقيل على الناي. نهار الأربعاء 25/2 الساعة 10 المساء على مسرح مترو المدينة. البحر غضبان. مهرجان بيروت لعروض الشارع بيختتم فعالياته لهالموسم مع عرض لفرقة فلاج وعرض لدرجات الهوائية مع بطل فرنسا السابق الفرنسي فينسان فارين. الموعد 27/2 الساعة 5 بعد الظهر بساحة العجمي. منتابع مع صدور الترجمة الفرنسية لكتاب سعيد عقل انحكى، بيدعي الشاعر أنري زغيب إلى أمسية خاصة بها المناسبة بتخللها مداخلتين وقراءات من شاعر سعيد عقل، بالإضافة إلى فيديو لسعيد عقل خلال قراءته لبعض قصائده ضمن معرض الكتاب الفرانكوفوني ببيال نهار السبت المقبل 28/2 الساعة 6 بعد الظهر. والوزير مش لبنان، والمجلس النيابي مش لبنان، والمواطن اسمه جاي للوطن لبنان يا أخضر حلو. أيمتى البلاد بتكون خرباني؟ لما بيكون المواطن مش مواطن. النسخة الثامنة من الانديو فيلم فاستيفال رح تنطلق نهار الاحد المقبل 29/2 بالافتتاحية. رح بيكون في استقبال على السجادة الحمراء الساعة 6 والساعة 6:30 بيبدا الاحتفال مع تكريم للفنان دريد لحام، فنان سوري دريد لحام. بذكر المهرجان رح يستمر لغاية 16/2 بحرم جامعة سيدة لويزي، وتباعا بنبقى باخبار صباح بنذكركم بعروض الافلام. رح نشوف مشهد للفنان دريد لحام.
يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايين يا مو. رجع الفنان جيرار أبيديسيان إلى خشبة المسرح اللبناني من بعد غياب ليقدم مونودراما بعنوان عودة الست لميا. النص كتبه جيرار أبيديسيان من 10 سنوات، هو كوميدي خفيف وما بيخلى من اللحظات الدرامية. عودة الست لميا مع رولا حمادي ويوسف حداد من الخميس للأحد الساعة 8:30 على مسرح الجميزة. منتابع مع اخبارنا، مهرجان بيروت للطبخ بنسخته الرابعه ومعرض الشوكولا بنسخته الاولى بتضمنوا 120 عارض، 60 ورشه عمل، 40 شخص هن من اشهر الطهاة من لبنان والعالم. الموعد من 6 ل 8 تشرين الثاني من الساعه 11 قبل الظهر لغايه الساعه 8 المساء ببيروت بالبيال. لكل محبي الفنانة العالمية سيلين ديون، أمسية مخصصة لها بتتضمن أبرز مراحل حياتها وأكيد المحطات الفنية اللي مرقت فيها بوثائق خاص رح ينعرض ضمن هالأمسية، بالإضافة أكيد إلى أجمل وأشهر أغانيها بالفرنسية والإنجليزية. الموعد الليلة 7:30 المساء بالوست هاوس بالحمرة، ونسمع من سيلين ديون. مع سيلين ديون نختم هالفقرة لننتقل إلى أحوال الطرقات. جولة سريعة رح منقوم فيها من خلال كاميراتنا على بعض المناطق اللبنانية. عم نشوف جسر سليم سليم، لهلأ حركة السير ميسرة إلى أوتوستراد الزلقة اللي كمان بدوره ما عم بيشهد على ضغط للسيارات. صيدا عم نشوف حركة سير ناشطة بصيدا صباح يوم الاثنين، ومن صيدا بننتقل بكاميرتنا إلى مثلث خلدي، عم نشوف في ازدحام وتوقف للسيارات على بعض المحاور بمثلث خلدي، ومن مثلث خلدي بننتقل إلى اتصالنا اليومي مع غرفة التحكم المروري، ومعنا على الهاتف المؤهل الأول محمد معتوق، ومنه بناخذ كل التفاصيل عن حركة السير. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. يعني مثل كل تنين في عنا دائما على طول عنا حركة ناشطة، بس كانت اليوم في عنا ضغط سير شوي بكير، يعني من 6:30 للسبعة كان عنا حركة كتير قوية خاصة عما داخل بيروت، هلا عم بتخف تدريجيا. نعم. عنا مثلا نبلش من مدخل الشمال لمدينة بيروت، يعني النزيم الشمال باتجاه بيروت، عنا الحركة ناشطة جدا بين جبال وجوني، برتاح السير بعد منها لجسر النقاش، من جسر النقاش لمدينة بيروت، يعني نعم. على أنطلياس جلدي بنهر الموت للكارنتينا فرندور، عندنا حركة ناشطة جدا على هذا المحور. مدخل الجنوبي لمدينة بيروت عندنا حركة كثيفة على مداخل أنفاق خلدي، بعد أنفاق خلدي برتاح السير باتجاه سليم سليم، بصير عندنا حركة ناشطة دون توقف باتجاه وسط بيروت. نعم. الجبل عندنا صعود المنظومة حركة عادية جدا، عندنا داخل العاصمة عندنا حركة ناشطة بين المتحف باربير كورنيش المزرعة دون توقف، إنما في عندنا ضغط سير خاصة الخط رايح من برج المور باتجاه الحمرة. بضواحي بيروت عندنا حركة ناشطة جدا خاصة من الصالومة باتجاه جسر الواطي، ومن المكلف باتجاه الحي كمان عندنا حركة ناشطة على هذا المحور. وباقي المحاور عندنا عادية، ما عندنا عوائق اليوم بالنسبة لمستنقعات مياه أو أي شيء. ولا عندنا هلا أعمال بسبب زحمة السير. نعم، شكرا لك. نعم. نحن وقتنا خلص لليوم. بكل أحوال بكرة أكيد رح نكون باتصال معكم وناخد تفاصيل أكثر طبعا عن حركة السير. رح نتوقف لما تاني فاصل، من بعده طبعا تقرير أخبار الصباح المنوعة بتبلش.